راح نروح على التعليق السياسي. وهو للميادين، الميادين في الخندق الأمامي. تستحق قناة الميادين التحية والتقدير والإكبار على الدور الذي تؤديه في الحرب الممتدة منذ طوفان الأقصى، ولم يكن غريبا أن يستشعر كيان الاحتلال هذا الدور المتقدم للميادين، ويعتبر التضييق عليها جزءا من حربه لمنع الحقيقة من الوصول إلى الرأي العام، الذي نجحت الميادين بكسب ثقته بمهنية احترافية لم تضعف رغم الالتزام المبدئي للميادين بقضية فلسطين وخيار المقاومة. عندما قدمت الميادين، وهي اليوم تقدم شهداء على طريق الحق والحقيقة، تعمدت مسيرتها وتتعمد اليوم بالدم الطاهر. يومها كان الاحتلال يستهدف ترهيبها وإخضاع إدارتها، وعلى رأسها الإعلامي القدير والملتزم الأستاذ غسان بن جبدون. تحية للأستاذ غسان ولكل أسرة تحريرها والعاملين فيها بلا استثناء، الذين شكلوا احتضانا معنويا للثبات والصمود والتضحية، وقرروا المضي بقيادة رئيس مجلس إدارتهم في هذا الخط مهما بلغت التضحيات. نجحت الميادين في الجمع الدقيق بين الحفاظ على مهنيتها واحترافيتها وبين التزامها الشريف والصادق مع المقاومة وشعب فلسطين ولبنان وسائر شعوب الأمتين العربية والإسلامية، وكذلك للنازحين خير معين وللمقاومين خير نصير. ولم يضعف من عزمها ولا من نجاحها وتفوقها الأخلاقي لجوء الاحتلال إلى الانتقام منها باستهداف مكاتبها، ونضيف واستهداف العاملين فيها يرتقون شهداء. عندما نتحدث عن الميادين ونوجه لها التحية لكل هذه الأسباب، فنحن لا ننسى أننا نفعل ذلك أيضا لسبب آخر، لنقول أنه بمستطاع الإعلام وبمستطاع المؤسسات الإعلامية وبمستطاع الإعلاميين الحفاظ على شرف المهنة وآدابها وأخلاقها وقواعدها الاحترافية بالوقت نفسه، مع الالتزام بأعلى مراتب الوطنية والشرف والتضحية والعروبة. نقول هذا في زمن تفشت فيه عدوى التفاهة وبث السموم والعمالة والارتزاق الرخيص، وتحولت العديد من المؤسسات الإعلامية إلى ملاهٍ ليلية ودور دعارة سياسية وجاسوسية وأوكار تصنيع جرائم، بينما تحول كثير من الإعلاميين إلى مهرجين ومخبرين وعبيد، وصار ميدانهم سوق نخاسة، وصارت مكاتبهم مراحيض تفوح منها الروائح الكريهة. التحية للميادين لأنها تقدم لنا الماء النقي الزلال في مادتها الإعلامية في زمن تختلط فيه مياه بعض الإعلام بمياه الصرف الصحي، وتبث في فضائنا تبث الميادين في فضائنا روائح العطر والهواء النقي، بينما يدأب البعض على بث السموم ونشر روائح مكبات النفايات.